إذن هذا الجزء الأول اللي حكينا عنه هو one pulse rectifier. البلس بتساوي واحد. هذا اسمه البلس نمبر. أي rectifier فيه له pulse number. ما هو تعريف البلس نمبر؟ البلس نمبر تعريفه P. Pulse number of a rectifier is the number of pulses in one period in the output waveform. هاي الاوتبوت, هاي الاوتبوت هون. The number of pulses in the output waveform, voltage في الحالة هاي. احنا بحالتنا هون فولتج, لا نعمل ريكتيفيكيشن للفولتج. During one period of ايش؟ Of the input wave. إذن during one period of the input waveform. فلو جينا طلعنا هون وين الانبوت ويف فورم الحمراء؟ وين بيريد كاملة إلها؟ هيها. مش هاي بيريد كاملة للانبوت؟ كم بلس عندي بالاوتبوت؟ الاوتبوت وين الاوتبوت؟ الأسود. الأسود ما فيش غير بلس واحد. أوكي؟ هي during one period one pulse. One period one pulse. إذا البلس نمبر لهذا الريكتيفاير P بيساوي واحد. أنا راح نشوف الحالة لما بنعمل full wave rectification كم pulse number راح يصير عندي بالoutput؟ 2 خلال one period of the input. فلما هلأ راح أبني P equals to full wave rectifier راح يصير عندي during one period of the input اللي هو الأحمر راح يصير عندي 1 2 راح يصير في P equals 2. إذا هلأ هون بنروح على P بتساوي 2 أو بنسميه 2 pulse rectifier. واللي احنا بنسميه عادة شو بنقول له هذا rectifier full wave rectifier. full wave rectifier حتى ابني full wave rectifier بحتاج 4 diodes. فما تفكر تقول عدد الدايودز هو البلس نمبر. اوكي, هذا هو المهم, التعريف هذا هو المهم, عدد البلسز. فنبني الان, رح نحط, طبعا في طريقتين نبني full wave rectifier. الطريقة الأولى بستعمل 4 diodes, رح آخذ هلا هون voltage source D1 D2 D3 D4. هاي الأول استعمل resistive load كمان, ممكن استعمل inductive load بس ال waveforms رح تبدأ تختلف. هذا R load. هلا في عندي 180 درجة الأولى. خلال ال 180 درجة الأولى بتكون هاي النقطة positive بالنسبة لهاي النقطة, مظبوط؟ اللي هي هاي 180 درجة الأولى هون, فهذا رح يكون الفولتج positive, يعني هاي النقطة more positive من هاي النقطة, فبتصير هاي positive بتشغل هذا الدايود. خلينا نرسمه بالأخضر, نرسم الباث تبعنا بالاخضر. فراح يصير عندي هون في 180 درجه اللي راح تكون هذه بوزيتيف, فهذا الدايود راح يعمل كوندكشن, راح يروح في اللود, وهذا راح يعمل كوندكشن, فهذا لما كان بوزيتيف الكرنت راح يمر كرنت هيك, راح يشكل هذا الدايود, راح يروح في اللود, راح يرجع في D4 وراح يرجع في supply. إذن هون هلا خلال ال 180 درجة الأولى كان أحسن رسمنا هذا بالأحمر. هذا الأحمر يشبه الأحمر اللي هناك, هذا اللي هو V source أو V in, خلينا نسميه V in of T. في 180 درجة الأولى
راح يشتغل هذا دي 1 ودي 4 راح يكون اون. فخلينا نحط هون دي 1 دي 4 كوندكتنج او اون، يعني كانهم سويتشات مسكره، هذا مسكر هذا اوف وهذا اوف هذا اون. خلال الفترة هاي حيكون الـ output voltage عندي وهذا V out of T، والـ positive هون والـ negative هون، مظبوط؟ هلا 180 درجة الثانية صارت عندي negative هاي، فصارت هاي positive بالنسبة لهاي، بطلت negative صارت positive، ما هي by definition هاي negative، فلما تكون هاي نيجاتيف هذا راح يقلب البولاريتي تبعته لمدة 180 درجة، مزبوط؟ فراح يصير عندي من هون الكرنت بده يجي، فنرسم الخط الأخضر بس معكوس الآن، راح يصير هيك. لما يجي هون هيك بده يمر في دي 3، مزبوط؟ ويرجع في دي 2، ويرجع في دي 2، راح يجي من هون هيك هيك، بعدين راح يرجع في دي 2 هون. ليش ما دخل من دي 4؟ تمام جيد. هلا السؤال اللي دائما نساله بنقول لما اجى هو هون بوزيتيف مش هيك؟ هل بيقدر كان يمر من دي 4؟ هل بيقدر يدخل في الانود؟ في الكاثود؟ لا لا انا قصدي لما هو راجع. هو راجع تمام. اذا احنا مشينا من هون مشينا في دي 3. لما رجعت من هون السؤال ليش ما رجع في دي 4؟ هل بيقدر هو يرجع دي 4 يرجع على المكان اللي اجى منه؟ ما فيش فرق في الفولتج بينه. اوكي بده يرجع على، لازم يرجع على التيرمينال الثاني، وبعدين هو بده يكمل الدائره مع سورس. يعني لازم يكون في عندي سورس هو اللي بغذي، هو اللي بيعطيني الطاقه. هذا السورس مرات بيكون بوزيتيف مرات نيجاتيف، لما كان بوزيتيف مشينا بهذا الاتجاه واكتملت الدائره. على فكره لازم تكتمل الدائره، لازم ارجع للتيرمينال الثاني. يعني هاي فكر فيها كانها بامب مي، اوكي، او بامب يعني شيء بده يضخ مي ويسترجعها عشان يرد يرفع الهاي. يعني افرض انا عمالي بضخ مي عشان اعمل شغل في مكان معين، مش لازم ترجع لي المي عشان ارد مره ثانيه اعطيها طاقه وارد اضخها مره ثانيه. فاذا بتفكر بالالكترونات كانهم كمثال، مش الالكترون لازم يرد يرجع على التيرمينال الثاني من هون، فبيطلع من هون كان في دي 1 ار ال دي 4 ويرجع هون، لما عكس صار بده يطلع من هون لازم يرجع على هذا التيرمينال. فبيطلع من هون بروح في دي 3 لازم يرجع دي 2 عشان يرجع لهون. اوكي لازم يكتمل في الحالتين. على فكره هذا جزء من الدائره، بس لما كان هو بوزيتيف بمين استعان؟ في دي 1 ودي 4. لما هو صار نيجاتيف بقدر يقدر يستعمل دي 1 ودي 4، شو بده يستعمل؟ دي 2 ودي 3، فاستعمل دي 2 ودي 3. فهون عندي راح يكون هاي عندي V out of T، راح نكمل بالطريقة هاي. فصار عندي هذا اللي كان نيجاتيف، فلاحظ شوف هدول الأربعة دايت شو عندهم مجتمعين بينهم؟ حولوا هاي الويف فورم، حولوها لهاي الويف فورم. هل هذه دي سي بيور دي سي؟ هل هي بيور اي سي؟ هل هي مور دي سي من هاي؟ تمام، ليش؟ لأنه أنا كان عندي هون دي سي وضفت له كمان دي سي هون، فشو لازم يصير بالأفرج؟ يعني هلا بنحسب الفورمولا، هون كانت في بيك على باي، هلا راح تصير 2 في بيك على باي، والمنطق بقول انها بدها تتضاعف مش هيك؟ هي هاي وهاي ضفت لها هاي وهاي، فراح يصير عندي الان هلا في افريج في حاله التو بلس في بيك على باي على 2 أو 2 في بيك على باي، مش هدول نفسهم؟ أخذنا اثنين لتحت وطلعناها فوق. أوكي؟ ففي الحالة هاي إذا رجعنا للحالة هاي كان عندي 220، البيك تبعها قديش؟ 311، فراح يصير عندي الفي افريج في الحالة هاي 311 على 3.14 على 2، فراح يصير تقريباً ضعف القيمة هذيك اللي هناك، زي تقريباً 200 فولت. إذن هذا هون 2 بلس، ليش 2 بلس ريكتيفاير؟ هيو
عدد البلسز في الاوتبوت. الاوتبوت مين، الاسود ولا الاحمر؟ الاوتبوت الاسود. الاسود واحد اثنين خلال بيريد كامل من الانبوت. هاي البيريد الكامل من الانبوت، هاي الانبوت خلال هاي الفترة كم بلس بالاوتبوت؟ فهذا عندي هون بي و 2 2 بلس ريكتيفاير uncontrolled. كمان uncontrolled، انا ما بقدر. الشيء الوحيد اللي بيحدد امتى هذول الدايودز they switch on و switch off مش انا، ايش البولاريتي تبعت السبلاي. البولاريتي تبعت السبلاي هي اللي بتحدد انه دي 1 ودي 4 يشتغلوا. وخلينا نحط دي 1 ودي 4 هون، ايش راح نحط؟ دي 3 ودي 2 conducting. فهذول conducting وهذول conducting، فبيشتغلوا 1 و 4 و 2 و 3. بس اخر شيء راح افرجيكم ممكن اعمله بدون 4 دايودز، ممكن اعمله باثنين دايودز، بس بيكون في عندي سنتر تاب ترانسفورمر. فممكن كان يكون هذا الفول ويف ريكتيفاير ابنيه بالشكل التالي، اذا عندي ترانسفورمر زي هيك والسكندري تبع الترانسفورمر في سنتر تاب، ممكن اجي احط دايود هون واحط دايود هون وهذول احطهم على ريزيستر وهذا راح يشتغل بنفس الطريقة. بس هون راح يصير في عندي دي 1 راح يشتغل هون هيك او دي 2 راح يشتغل هيك. هذا اسمه سنتر تابت. بس طبعا هذه مكلفة لانه ترانسفورمر هذا مكلف، هذه الطريقة ارخص مش هيك. بس هي استعملت هون 2 دايودز، استعملت هون 4 دايودز، بس ضل بالحالتين ايش ضل اسمه؟ 2. يعني لازم ارجع للتعريف الصحيح، ما بعد دايودز. طب متى بيستخدموا سنتر تاب؟ هذا السنتر تاب اذا عندي ترانسفورمر اوريدي وانا عمالي بعمل ستيب داون مثلا ترانسفورمر وعندي هاي السنتر تاب النقطة اللي طالعة من النص، ممكن استخدم هاي الكونفيجريشن. بس اللي شائع الان هو هذول 4 دايودز، 4 دايودز ارخص بكثير من ترانسفورمر. اوكي؟ صار عندنا 1 بلس ريكتيفاير و 2 بلس ريكتيفايرز، والاثنين ان كنترولد. اذا بدي اياهم يصيروا كنترولد في حاله بعملهم كنترولد بنحكي عنها بعدين. بس دال دايودز بستخدم SCRs، Silicon Controlled Rectifier.